هو قاعد في نفس الاعراض ونفس الحدث ونفس الحزن بنفس الدرجه لا يمشي يا اخي. هو دائما نقول يا ريت من مرات دائما هذه توعد توعد الفكره قصدي يعني لو حاسه بروحي اني انا مرات هذا يا ريت ما نغلط لو ما نغلطش لا ربما واحده ممكن هي 20 واحده بدايه الثلاثينات خشيت لهم قعدت نهزم وياهم امهم وابوهم واخواتهم ثلاثه دكتورات متوفيين امهم ده منهم احنا هم اتناش لان ركبنا فوق يا ريت ركبناهم معانا فوق تلوم على نفسك قاعده نفس الفكره ريتها نفس الفكره دائما لما جاي يوم الجمعه هذا الجمعه لسنوات وراه تطلع من هيئه الاقتراضات مرات على سنوات تعرفوا الان ليس ابوي خلط المدن اللي صار فيها الدق بتاع الحرب تعرف يخشوا 10 ادمان 10 ادمان ها اربعه مصراتة اتلزق الوازم اللي يمشي معاه يا ريت احنا نخدموا عليه ونخدموا عليه ندخلوا الجانب الديني والجانب الاجتماعي حتى الجانب القبلي ونجيبوا له واحد من برا يعرفه ونجيبوا واحد يحس عليه يكلمه هذا كله نخدموا عليه الانتحار تحويل طولي مستشفى امراض نفسيه كنا حاطينه في القسم باطنه حاطينه في الدور الثاني هم تحاولات انتحار. طبعا احنا موجودين الان في قاعه بيوت شباب لتنفيذ الدوره التدريبيه في مجال الصحه النفسيه الدعم النفسي الاسعافات النفسيه تستمر خلال فتره من 29 او 31 اكتوبر ان شاء الله 2023 المستهدفين ما شاء الله سات جامعات باحثات في صندوق الزكاه اخصائيات اجتماعيات اخصائيات نفسيات موضوع الدعم النفسي والصحه النفسيه في ليبيا يجب ان يستمر الحديث عليه لوقت طويل تعرف ان احنا مرينا بعده ازمات الحروب الان الفيضانات اللي في مدينه سلها سبق درنا واللي عقبت عدد كبير من الالام والاشياء اللي تخلي النفس البشري يعني في حاله اكتئاب وفي حاله حزن مش الناس فقط اللي موجوده في درنا كل ليبيا عانى الافراد من اكتئاب وحزن ووساوس وخوف وتوتر وانطواء وعزله وبعض خش حتى في بعض حالات العقليه والحالات الذهنيه للاسف الشديد فرق الدعم النفسي في ليبيا ضعيفه جدا جدا يجب اعداد الفرق النفسيه بدرجه عاليه ودرجه كبيره جدا للاسف الشديد في ليبيا الامر مقتصر على الازمات فقط يجب اعداد الفرق هذه طول العام تخدم طول السنه لاي ازمه يكون عندنا فرق جاهزه الموضوع محتاج ان احنا نكثف من الدورات التدريبيه لاعداد فرق الدعم النفسي في كل ليبيا الدوره هذه حنتناولوا فيها ان شاء الله بالتعريف بالصحه النفسيه مجالات الصحه النفسيه الصراعات اضطرابات كرب ما بعد الصدمه حنعرفوا بالمرض النفسي والمرض العقلي كيف نفرقوا بينهم كيف نقدموا دعم نفسي كيف نقدموا اسعافات نفسيه للحالات في اثناء الازمات والنكبات شكرا لمكتب الخدمه الاجتماعيه في جامعه صبراتة وشكرا لمستشفى الرازي للامراض النفسيه والعصبيه وشكرا للجمعيه الليبيه للعلوم النفسيه على التعاون شكرا لكم وبارك الله فيكم كمكتب خدمة اجتماعية لها أهداف ولها خطة عمل من ضمن الأهداف اللي هي تعزيز المساهمة في العلاقة توطيد العلاقة ما بين الجامعة وبين المحيط الخارجي وأيضا من أهدافها أيضا تعزيز ونشر الثقافة المجتمعية من هذا المنطلق وبعد كارثة وفيضانات درنا يعني أصبح توجه المكتب والجامعة عموما بتأسيس أو بإنشاء فريق دعم نفسي فريق دعم طبي نفسي اجتماعي هذا الفريق يعني هو يكون مهامه يعني المشاركة في تخفيف الأزمات والدعم النفسي ورفع وتخفيف
الآلام على المتضررين أو الذين حلت بهم هذه الأزمات. دورة تدريبية هذه اللي هي طبعاً بعنوان الصحة النفسية والدعم النفسي والإسعافات النفسية. المستهدفين من هذه الدورة اللي هو فريق الدعم النفسي الاجتماعي الطبي للجامعة، وأيضاً مجموعة من أعضاء هي التدريس اللي هم أقسام الإنسانية اللي هي النفسي والخدمة الاجتماعية والاجتماع علم الاجتماع، وأيضاً هناك العديد من المشاركين بهذه الدورة المتطوعين من خارج الجامعة وبعض من موظفين صندوق الزكاة، طبعاً ضيوف على مدينة صبراتة. هذه الدورة أقيمت بالتعاون أو تم ترتيبها بالتعاون مع المستشفى الرازي واللي تحت إشراف الأستاذ رجب أبو جناح، هذا بصراحة المدرب المتميز في المجالات النفسية. مدة الدورة 3 أيام متتالية، والغاية من هذا التدريب هو تعزيز يعني ورفع كفاءة الفريق حتى يستطيع أن ينطلق ويكون مشارك في عمليات الدعم النفسي التي تكون تابعة للأزمات. تساقط الشعر لدى النساء. ما فيش سبب عضوي لتساقط الشعر. يعني كان قلت هيكي ولقيت الخلاص مليان، شوفي التوتر والقلق والخوف ولا والوساوس ولا الاكتئاب. قالت دراسات أن 90% من الأمراض الجلدية ذات منشأ نفسي. الأمراض الجلدية ذات منشأ نفسي.